بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة اللي فاتت احنا حكينا عن اللتر هيد صح؟ وقبل حكينا عن البزنس كارد. اللتر هيد والبزنس كارد كانت عبارة عن مطبعات مربعة بأبعاد معروفة بالنسبة لنا. اليوم بدي اروح لنظام جديد او شغلة تانية اللي هي المطبعات اللي شكلها مش مربعة، كيف انا اتعامل معها؟ يعني مثلا شكل دائري مش اسطوانة، شكل دائري، نجمة، قلب، شكل سداسي. هذه الملصقات اللي ممكن تكون على العلب مثلا، على العبوات، دائرة بيطبعوا عليها وبلزقوها بوزعوها وبلزقوا لنا اياها هنا وهين، استيكر معين بدي احطه على نجي نحكي على اكياس، يعني اي شغلة شكلها مش مربع كيف انا بدي اتعامل معها. حاخذ مثال على السي دي، الاسطوانات القديمه. طبعا اليوم في الفتره هذه الاغلب ما بيستخدمها او ما حدا بيستخدم السي دي، بس انا بدي اخذها كمثال. تمام، كمثال على المطبعات اللي مش مربعه. تمام، كيف انا بدي اتعامل معها؟ وهذه قاعده، يعني لو طلبت منك شغله شكلها سداسي نفس الحاجه، شكلها هيك رسمته بالبنتول بشكل حر نفس الحاجه، فيش اختلاف ابدا. طيب الان المطبعات هذه بدنا نروح ناخذ الابعاد ونبدا نتعامل معها ونسال الاسئله اللي دائما في كل محاضره بنسالها. السي دي هذا او الاستيكر هذا الملصق ابعاده 120 في 120. خلينا نيجي هنا ونرسم دائره ونشتغل عليها. هاي الدائره زي ما حكيته الابعاد 120 في 120 طبعا ملي. الان السؤال، هل في لها بليد؟ كل حاجه بتنقص، طالما في قص فبالتالي في بليد. وحنحكي في البليد، قديش مقدار البليد؟ 5% من ال 120 صح؟ يعني حيساوي 6 ملي. 5% من 120 حيساوي 6 ملي. طيب في مارجن؟ المارجن حيكون برضه 5% فحيساوي برضه 6 ملي. الان يا شباب بالنسبه لل 6 ملي هذه هي قاعده، لكن شوفوا معي القياس هذا اقل من A4 ولا اكبر من A4؟ اقل من A4. فمعانا انه نعمل البليد والمارجن من 3 ملي من كل جهه ل 6 ملي من كل جهه. يعني انا ما بديش اطلع عن السته اللي طلعت معي وما بديش انزل عن الثلاثه. تمام، يعني ممكن اعملها 3 4 5 6 عادي، هذا بيرجع لنا. فبيلزمني مارجن. المارجن حيكون مربع ولا دائره؟ دائره، زي الدائره هذه بدنا دائره كمان اكبر منها. لو افترضنا انه بدي اخذ، عشان اسهل الحسبه، بدي اخذ مارجن وبليد 5 ملي من كل جهه، الابعاد هذه قديش راح تصير؟ حيصير هنا عندي 120، طب الدائره الكبيره قديش حتصير؟ بدي اضيف لها 5 ملي من كل جهه. 5 ملي من هنا يا شباب و5 ملي من هنا. 5 ملي من هنا و5 ملي من هنا قديش؟ 130 صح؟ 130. والارتفاع 5 ملي و5 ملي 130 صح؟ هذا بالنسبة لنا مين؟ اللي هو البليد. طيب بالنسبة للمارجن، المارجن بدنا نقص 5 و5 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 بالساري 110 في 110 هذا المارجن. يعني الان ملاحظه البليد ممكن احنا ناخذ دائره زي هذه الدائره اكبر منها، وممكن ما نعملش بليد. طب حنقول في قص ولا لا؟ في قص. طب كيف ما نعملش بليد؟ تمشي بليد، بس خذ البليد مربع. مش احنا اساسا هذه الدائره حنطبعها على ورقه مربعه صح؟ بالتالي كل باقي الورقه عباره عن بليد. فلو انا عندي بدي اعمل التصميم تبعي كله بلون واحد، فبدل ما اعمل دائره اكبر منه والونها بلون، ممكن اعمل مربع اكبر منه والون المربع هذا باللون اللي بدي اياه زي هيك. نعتبره هذا كله بليد. تمام؟ لانه الان القص وين حيصير؟ على الخط الاسود. لو غلط لبرا ما هي معاه كل هذا بالنسبه له بليد. فبدك تعمل البليد دائره اعملوه، إذا كان سداسي بتعمل البليد سداسي اعملوه، وبتكونش تعملوه سداسي أو دائري اعملوه مربع بالشكل هذا. بضرش عادي يعني، تمام، نتيجة واحدة. لكن المارجن لازم نعمله دائرة جوا، واضح؟
المارجن لازم يكون بالشكل هذا جوا واحط عليه العناصر. طيب نروح على الوقت هذا الكلام ننفذه على برنامج الالستريتور ونشوف كيف نتعامل معه، ايش كيف حنتعامل مع الخطوط اللي عندي. هالوقت خليني بس اجي هنا وين التصميم تبعنا. هاي الارت بورد قديش اخذ الارت بورد ابعادها؟ 120 في 130. لا لازم ابعاد الارت بورد تكون شامله المارجن والبليد، تمام؟ يعني احنا عندنا البليد 130 في 130 بدي ازود كمان اكثر من 130 يعني ممكن اعملها 150 في 150 لكن عندي الطباعه حمسك التصميم واروح اعمل على ورقه اي 0 اكرره تمام او على 70% اكرره، بس الوقت انا بحكي عن التصميم كتصميم فخلينا نعمله 150 في 150 ممكن تعمله على A4 عدل يعني مباشره في هالوقت او على A3 برضو عادي. طيب نيجي هنا على الالستريتور انا عامل 150 في 150 حجيب دائره واذا شكل سداسي بجيب شكل سداسي عادي، حرسم هنا الدائره ضغطه واكتب الابعاد قديش الابعاد اللي دشل عليها اللي هو الاصليه 120 في 120 وهي اوكي تمام. هذا ابعاد الدائره. اول خطوه دائما بعملها انه بلغي الفل وبعمل لها ستروك. ستروك كويس لو كان باللون الاسود مبدئيا عشان نشوفه، وبمسك الدائره وبحطها الاين سنتر سنتر هاي دائره. هالوقت بدي اخذ مارجن وبليد، انا بدي اخذها كدائره مارجن وبليد، وبدي اخذ كمان شكل ثاني لو انا رسمت شكل حر بالبن تول كيف برضو انا بدي اتعامل معه بالشكل هذا، واضح كيف بدي اتعامل معه بالبن تول. الوقت بالنسبه للدائره بدي اعمل بليد، حنقول انه ممكن نجيب دائره ثانيه وتكون 130 في 130 صح، واروح برضو اعملها بالطريقه هذه، واجيب كمان دائره ثالثه 110 في 110 واعملها بهذا الشكل، لكن الشكل الحر اللي انا رسمته فيش له ابعاد صح؟ فكيف انا بدي اكبره واصغره؟ ممكن يدويا يدويا اعمل كنترول سي كنترول اف واكبر مثلا، وهنا كنترول سي كنترول اف واصغر بالمقدار بالشكل هذا، بس هذا غير مجدي يعني مش صح انه نعمله بالطريقه هذه. برضه الدائره انا بدي اروح احذف هذه وبدي احذف هذه، خلينا نتعلم كمان ثلاث طرق نعمل من خلال المارجن البليد الاشكال اللي منتظمه وغير المنتظمه، وفي النهايه الطريقه اللي بدكم اياها تشتغلوا عليها. افكت ديستورت اند ترانسفورم ترانسفورم افكت ترانسفورم. حاجه هنا في عندي فوق سكيل بدي اكبر الحجم، بدي اكبره قديش؟ 110% في 110% تمام؟ هي النتيجه، عمل لي دائره اكبر. بس بديش اعمل اوكي، بدي اعمل كوبي واحد. ايش يعني كوبي واحد؟ اعمل نسخه، يعني خلي الاصل واعمل نسخه، وهي اوكي، هي خلي الاصل واعمل نسخه، بس شوفوا معي هو فعليا فعليا عمل كمان دائره جوا، اذا عملت انا كمان كوبي، بديش اعمل كوبي عادي، يعني هي افكت ديستورت اند ترانسفورم ترانسفورم حقول له 110. ليش 110؟ 5% يمين 5% شمال صح؟ هذه نسبة مئوية يا شباب مش 10 ملي 10 ملي، هذه 5% يمين 5% شمال لحاله حيحسبها وهي اوكي. كمان الدائرة وهي محددة حروح افكت ترانسفورم حقول له قديش؟ طبعا بقول له في افكت بدك تطبقه طبق لي مش مشكلة. حعمل 90% 90% يعني بصغر 5% يمين 5% شمال، وحقول له برضه كمان مرة اوكي. مش بدنا انا ما عملتش لا لحظه بس شو ما عملتش كوبيز. هاي ترانسفورم 110 في 110 وواحد كوبي وهي اوكي، وكمان مره افكت ترانسفورم 90 في 90 وواحد كوبي وهي اوكي، هاي جاب لي اياه بالشكل هذا تمام. هلا راح اروح على الاصل واعمل اوبجكت اكسباند ابييرنس، وبعدين بالزر اليمين ان جروب
ان جروب. في عندي دائرة راح تكون هاي كمان مرة ان جروب. في عندي هنا دائرة راح تكون زيادة، ممكن انا كمان مرة هاي ان جروب واقعد احذف في الدوائر اللي جوا. خلص هاي صار في عندي مارجن وبليد والتريم باث او تريم لاين، تمام. هاي الثلاثه يعني هاي طريقه. شوفوا معي هذه الطريقه ممكن اطبقها هنا. نشوف في افكت ترانسفورم، اقول له نفس الحاجه مثلا 110 في 110 وهي كوبي هاي اوكي نسخ لي، لكن صح النسخ. هنا في مشكله، هنا المقدار قليل فبالتالي هاي تراجع مش حيمشي معي. اخذ الدائره الاصليه تاعتنا ارجعها. هاي طريقه. الطريقه الاولى يا شباب بتنفع للاشكال المنتظمه، دائره شكل سداسي نجمه بتنفع، لكن بالبنتول تنفعش. الطريقه الثانيه ان انا اعمل بالزر اليمين ترانسفورم سكيل، بالزر اليمين ترانسفورم سكيل، ونفس الحاجه هنا اقول له كبر لي اياها، اعمل لي اياها 110% مع كوبي، وبعدين المرة الثانية 90% مع كوبي، وهنا نفس الحاجة بس حيعطيني نفس النتيجة. الأداة الثالثة والأخيرة حروح على أوبجكت باث أوفست باث، أوبجكت باث أوفست باث. الأوفست باث هنا بدي أقول له، هنا مش نسبة مئوية يا شباب، هنا بدي أكون عارف المقدار بالضبط، فبدي أقول له زود لي 5% عفوا 5 ملي، تمام، وهي أوكي. وكمان مرة هحدد الدائرة هذه واقول له اوبجكت باث اوفست باث، بقول له نقص لي 5 ملي، ناقص 5 ملي، تمام، وهي اوكي. واضح؟ هيك برضه عمل لي اياها. طيب هنا نشوف بتزبط معي، هاي اوفست 5 ملي ناقص، زبطت؟ تمام، وهي اوبجكت زائد 5 ملي، اوبجكت باث اوفست 5، اوكي. واضح؟ طيب ايش الفرق بين هذا؟ ولا حاجه، هاي في النهايه يعني لو دورت على اليوتيوب حتلاقي ناس بيشرحوا بهذه وناس بيشرحوا بهذه وناس بيشرحوا بهذه وناس بيشرحوا باليدوي بكبر وبصغر. انا بالنسبه لي عادي، كل واحد انت دور على الاسهل واشتغل عليه. انا بالنسبه لي الادق والاسهل الاوفست، للكل بتمشي ولا حاجه بتعصى عليها يعني، تمام. فانا بشغل اوفست. لاحظوا هنا طلع منتظم وهنا طلع منتظم وما فيش عندي اي مشكله، فاي واحده فيهم تقدر تشتغل عليها. كويس، نيجي للدائره تبعتنا هذه. صار في عندي انا دائره تنتين ثلاثه. الان ايش او كيف بدي اتعامل معهم؟ هذا اللي في النص خط اللي هو القص، واللي برا بليد، واللي جوا مارجن، صح؟ بنطبعه؟ لا. طيب اذا قلت لكم خط القص بنطبع خط القص يا شباب بنطبعه، بس بنطبعوش مع التصميم. خط القص بيطبعه على ورقه لحاله بدون تصميم، وبيطبع التصميم لحالها. خط القص بيمسكه بيحطه على خشبه وبيعمل الدائره هاي تاعتنا، بيطبعه مره واحده بس عشان يعمل الدائره تبعتي تاعت القص. بعدين بروح بيطبع باقي التصاميم بدون الدائره عشان يصير يقص بالشفره تبعتي او بالاسطمبه او بالقالب تبعي، تمام. فعشان هيك انا لازم اخلي له خط القص. كيف بدي اخلي له اياه؟ حاجه على اللايرز، اعمل لاير جديده ولاير جديده، ثلاث لايرات، ثلاثه. اللاير الاولى بدي اخذ فيها اللي هو المارجن نسخه، كنت او المارجن كله بدي اقصه كنترول اكس واحطه في لاير هاي، كنترول اف اف اف. ليش اف؟ عشان يجي في مكان، لو عملت في بيجي على جنب، تمام. هاي حطيته في لاير لحال. هذا مين؟ المارجن. البليد برضه نفس الحاجه، حعمل كنترول سي، ركزوا هناك كنترول اكس، هنا بدي اياه البليد. هنا كنترول سي وبطلع على اللاير الجديده كنترول اف، كنترول اف بالشكل هذا. هي اجى في نفس المكان. صار في عندي انا ما بليد 2،
طيب ليش نستخدمهم؟ الأول اللي طلعته بلاير لحال مع المارجن هذا جايد، يعني كل اللاير هذه كلها فيها مارجن وبليد، حامل بالزر اليمين ميك جايدز، هاي تحول إلى جايد. طيب في عندي كمان خط، الخط اللي ضل عندي هذا هذا مش للقص، لا هاي الخط هذا اللي ضل عندي هذا التصميم. لو بدي اعمل انا باك جراوند، لو بدي اعمل باك جراوند يعني كل التصميم بلون واحد، فانا هيني خليت خط البليد جاهز عشان اعمل كل التصميم بهذا اللون، بدل ما ارجع اعيد ارسم دائره اكبر ودائره اصغر. فالان صار في عندي اللاير اللي هي هذه، ايش فيها؟ فيها الجايدز، بضغط عليها وبسميها جايد. في عندي اللاير اللي تحت هذه الديزاين او بسميها برنت، هذه اللي راح تنطبع. طيب في ضايل عندي كمان لاير، ايش بدي اعمل فيها؟ بدي اخذ هذا الخط، هذا خط القص الاصلي كنترول اكس، وبدي احطه في لاير جديده كنترول اف. طيب لشو بدي احطه في اللاير الجديده؟ لايش؟ هي هاي لون، ايش اللي صار هنا؟ هاي لون. الان يا شباب صار معي لاير فيها هذا الخط، هذا لايش؟ هذا حيطبعه مره واحده عشان يعمل الشبلونه ويقص عليها، فبالتالي هذا بدي اضغط عليه وبدي اسميه داي كات، هذا خط القص. بس اللي حيعمله صاحب المطبعه حيجي بالشكل هذا، اول حاجه يشغل الداي كات يطبع على ورقه ويعمل الشبلونه تاعته للقص، بعدين حيطفيه ويشغل الديزاين ويطبعه. تمام. طيب والجايد؟ الجايد الي انا وانا بشتغل، الي انا هنا مش له. تمام. فصار في عندي ثلاث ليارات، ثلاث ليارات هذول هم اللي انا بدي اتعامل معهم، الاثنين الداي كات والجايد حقفلهم واجي وين اشتغل؟ في البرنت. في البرنت نفترض بدي مثلا شعار، بجيب الشعار، بدي اكمل التصميم اللي بدي اياه عادي، واضح؟ ايش بدي، ايش في عندي عناصر بدي اضيفها على التصميم؟ بضيفها هنا بالشكل هذا، فصار في عندي تصميم جاهز. بدي احط نفترض هذا مرتبان عسل، المكونات ولا تاريخ الانتاج ولا الانتهاء، يعني اي حاجه بدي احطها، بدي احط صوره هيك. بالنسبه لي هذا التصميم صار خالص كخطوط قص وتاني قص وطباعه. واضح هنا كيف انا زودت النسب، كيف اخذتها زودتها، كيف عملت المارجن البليد؟ في اسئله؟ تمام. اكيد. طب لو شكل سداسي بيفرق عن هذا؟ نجمة؟ أي حاجة مش حيفرق عن الكلام اللي أنا حكيته هنا. طب نيجي للشغلة اللي بعدها اللي هي بنسميها الانفلوب أو المظاريف. الآن بتشوفوا مثلا، ما بعرفش إذا أنتوا لحقتوا الأسطوانات وتعاملتوا معها، كنا زمان نشتري أسطوانة، في أسطوانات تكون جاي جوا مظروف إما شفاف أو تكون جوا ورقة اللي هو كرتون، كرتونية هيك شوية ومطبوع عليها. تمام. خصوصا الأفلام والشغلات الرسمية يعني كانت محط في بلاستيك، وممكن يكون في بلاستيك. فأنا الآن لقيت اللي بدنا نعمله، بدنا نعمل الانفلوب أو المظروف نفسه بالضبط. لو قلت لكم المظاريف تاعت الورق الـ A4، لو أنا عندي رسالة رسمية وطويتها وحطيتها في ورقة A4 في مظروف A4، بتعرفوا المظروف؟ اللي بتحط فيه مصارع تاع البريد، واضح؟ برضه نفس الحاجة، هذا بنسميه شباب انفلوب، انفلوب اللي هو المظروف، بس المظروف ايش؟ اللي ملوش سماك. بوقت الكرتونة بتختلف، الكرتونة بدي احط فيها مثلا شغلة إلها سماكة، هذه الشغلة صح؟ بس الورقة إلها سماكة؟ الاسطوانة إلها سماكة بس ميلي، ممكن ما يكونش له اعتبار كثير، واضح؟ فالانفلوبس اللي هي شغلة ما إلها سماكة، لكن لو إلها سماكة أنا بدي أروح على موضوع ثاني، بدي أحكي في موضوع ثاني هالوقت حنحكي فيه. الآن هاي الاسطوانة اللي عندي، أو نفترض أنا عامل عندي ورقة دائرية كرتونة بدي أحطها جوا مظروف، أو ورقة A4 جوا مظروف، أيا كانت، كيف بدي أروح أطلع قياسات المظروف؟ أول شغلة بنحكيها يا شباب إنه أنا لازم أعمل شبلونة كاملة، تمام؟ يعني يجيبوا المظروف هذا فردوه، يفتحوه، كيف شكله بيكون؟ هو مفتوح مفروض، هذا اللي إحنا بدنا نعمله، هذا بنسميه داي كات. طيب دائما المصمم بيعمل الداي كات؟
عندي أكثر من حالة. في عندي إذا المقاس ستاندرد جاهز موجود فأنا ممكن أدور على النت على داي كات جاهز وأصمم عليه، أو أنا أعمل مرة واحدة وأصير كل مرة أخذ منه نسخة وأشتغل عليه. في عندي كمان حالة مثلا المظروف تبع الـ A4، هل أنا كل ما بدي مظروف بروح بصمم وخليه المطبع يقصوا لي إياه، ولا بروح على المكتب وبشتغل مظروف؟ مظاريف الـ A4 اللي إحنا بنشتغل عليها مش جاهزة موجودة؟ طيب هذه الجاهزة بقدر أطبع عليها؟ حط عليها شعار الشركة ولا المؤسسة؟ بقدر أطبع عليها، لكن بقدر أعملها كلها من كل الجهات بلون؟ لا، بطبع عليها بس من جهة واحدة، بس مرة واحدة تدخل في الطابعة. بقدرش أعملها من قدام بلون ومن وراء بلون والرسالة لون، لا بقدرش بالمرة، بس بحط الشعار وعنوان المؤسسة وخلص. واضح؟ فإذا صاحب الشركة بده زي هيك، فأنا بجيب أي مظروف بشتري، بقيسه، بعمل أرت بورد مستطيلة وبعمل التصميم وخلص، بلزمنيش ولا حاجة أكثر من هيك. لكن إذا هو قال لي لا أنا بدي الانفلوب هذا أو المظروف، لا مرتب، بدي إياه مطبوع من كل الجهات، معناها أنا بدي أعمل اللي هو الداي كات اللي بدنا نعمله على الورق. المخطط الداي كات هذا شايفينه؟ تمام؟ هذا شكل التصميم اللي عندي أو شكل المغلف. هذا حنعمله المطبعة حتروح تقصه والتني بعد ما تطبعه، وبالتالي كله حيطلع معي ملون من كل الجهات. حتى لو على لسان بدي أطبع بطبع، وين بدي أطبع بطبع، لأنه أنا من الصفر باني الشغلة، مش مظروف جاهز وملزق وأنا بدي أطبع وجه واحد. طيب كيف بدي أعمل الحسابات تاعته هذا؟ يعني أنا عندي هالوقت السي دي اللي تو صممناها، كيف بدي أعمل لها داي كات؟ شوفوا معي، حجيب هالوقت ورقة اللي هي أنا بعد ما حسبتها طلعت معي A4 وبنشوفها في النهاية. هاخد اللي هو print A4 وcreate. السي دي قديش عرضه قلنا بعد القص؟ 120 في 120، مظبوط. طيب خلينا نيجي نعمل فايل نيو هنا، دونت سيف. حعمل اول حاجة السي دي هذا دائرة، بكون في مظروف دائرة ولا مربع؟ مربع. بدي اعمل مربع 120 في 120، خلينا نصغره بس شوي عشان نشتغل. 120 في 120 هذا الوجه. طب والظهر؟ نفس الشغلة برضو، مربع 120 في 120. طيب الان في عندي كمان لسان للتلزيق، عشان بدتني هذا على هذا، في عندي لسان صغير بكون على اليمين والشمال اللي هم بيلزقوا فيه، فبرضه بدي اعمل لسان لهذا المكان صغير، حنشوف قديش مقداره، ولسان هنا نشوف مقداره، وعندي اللسان اللي بسكر كمان فوق، صح؟ اكبر شوي. هي بدي يكون اكبر شوي، وحنعرف ليش اكبر شوي. طيب هالوقت انا بدي احكي عن القياسات، هذا المهم، قلنا قديش القياس؟ 120، طب اعمل 120 ولا اكبر ولا اصغر؟ اكبر. ليش؟ احنا قلنا هي ورقة واحدة، هو اللي بدي اياه 120، بس لازم ازود عليه يا شباب مقدار البليد. قديش البليد؟ 5 ملي. بس مش من كل الجهات، 5 ملي على الكل، يعني بتصير 125. طب ليش الخمسة هذه الزيادة؟ شباب هو ممكن يغلط وهو بيتني، يغلط ويأخذ ملي زيادة لجوا، هو بيتني يتني بزيادة ملي، فبالتالي بدي احط السي دي او احط الورقة مش عارف احطها جوا المظروف، لانه انا عامل مظروف على قدها بالضبط واخذت منه ملي او اثنين، بالتالي مش حقدر احط الشغله هذه واحده، وبالتالي صعب جدا اصير انا ادخل اسطوانه واطلعها من هذا المظروف. عشان هيك انا بخلي 5 ملي. تعالوا لاي مظروف تبع ورقه A4 تلاقوه بالضبط على قد الورقه ولا اوسع؟ اوسع، لازم يكون اوسع. طيب الارتفاع، هذا الارتفاع برضه لازم ازوده، ما ينفعش بالضبط تكون الاسطوانه لحفته، لانه ممكن لو تنيت بالغلط هنا لميل شويه بلاقي الاسطوانه طالعه او الورقه طالعه، تمام؟ فبرضه هذا لازم اعمله بزياده كمان 5 ملي مثلا، هاي 125. طيب هذا وهذا طبعا كمان 125. في عندنا كمان ملاحظه في المظاريف، لما نفتح اي مظروف بنلاقي الوجه قد الظهر ولا ناقص؟ ناقص. ليش ناقص؟ ليش بنقصه؟ اللي تحت يسمى. ليش بنقصه؟ عشان تطلع الورقة، صح؟ بديش اقعد افتح المظروف هيك، لا، وهي وهو مسكر ايوه بنمسك كله، بطلع الورقة. فأنا هنا ممكن أنقص سنتي، هاي حالة، يعني ممكن أعمل هذه اللي فوق 115 واللي تحت 125، تمام؟ فلو نقصت سنتي مش للسان هذا بده يغطي هذه اللي فوق، صح؟
بالتالي هذا اللسان قديش لازم يكون؟ سنتي ولا أكثر من السنتي؟ لازم يغطي السنتي ويزيد عنه. بالتالي هذا اللسان بده يكون 25 ملي، يعني 2.5 سنتي. سنتي يغطي الفتحة هذه، وكمان سنتي ونص اللي هو للتلزيق، لأنه يعني بده يكون في خط تلزيق سنتي وكمان نص سنتي زيادة، فهذا بعمله 25. في ناس بيقول لك لا أنا بديش أقلله من هنا، أخليه زي ما هو 125. بس ايش بعمل؟ بيجي بجيب لي فتحه دائريه في المكان هذا زي تمام، هاي فتحه دائريه برضو هذه بتنفع، واضح. لكن برضو الفتحه الدائريه تقريبا بدها تكون سنتي، فبيلزمني اللسان اكبر ولا ما بيلزمنيش؟ لازم يغطي الدائره ويغطي زياده كمان، فهذا ثابت فيش مشكله، لكن هذا حسب التصميم اللي عندك. طيب في ناس بيقول لك بدي اجي انا افتح هنا مكان شفاف يبين منه الاسم او يبين منه رسمه زي اللي في كروت الافراح، تمام. طالما انا عامل داي كات، يعني انا عامل التصميم من الصفر كامل، اعمل اللي بدك اياه، ايش بيجي على بالك اعمل عادي. لكن لو المظروف جاهز بقدر اعمل الكلام هذا ولا حاجه بقدر اعمل، تمام. فانا ممكن اجي افتح فتحه هنا باي شكل انا بدي اياه، اي شكل بدي اياه برسمه وبعمل الفتحه اللي بدي اياها، كويس. هاي الشبلونه تاعتي او هاي المخطط تبعي، خلينا نروح ننفذه على الالستريتور ونشوف كيف نشتغل فيه. ايش حكيت انا في الاول؟ قلت لك اذا ستاندرد يعني مظروف الاي 4 بروح اصمم من الصفر، بدور على الداي كات تبعه على النت وبشتغل عليه. لكن زي الاسطوانه هذه، او مثلا انا عامل لك افترض شغله هيك صغيره، يعني مثلا بدي احطها في مظروف ما لهاش شيء مظروف في المكتبه عقدتها، بدي اعمله انا لحالي، فبدي اجي اعمل الشغل. كارت عرس انا هيك عامله جاي هيك شيء غير شكل، يعني برضه بعمله لحالي، لكن الشغله الجاهزه جيبها جاهزه عادي، واضح. كمان ملاحظه شباب، لو هيكم ان شاء الله في رمضان وربنا يكرمكم وتصير توزعوا المصاري، لو بدي اعمل انا مظروف بس ياخذ ورق كثير 2000 3000 دولار زي هيك، حاخذ نفس القياسات هذه. مظروف الاي 4، الاي 4 ورقه الاي 4 210 في 297 صح، يعني قولوا 210 في 300 تقريبا، مزبوط. ثلث الاي 4 قديش؟ 210 في 10، مش لما اعطني الاي 4 ثانيه وكمان ثانيه بصير ثلاث شغلات، قسم ال 300 على 3 قديش بصير؟ 10 سنتي، يعني 100 ملي. فلما بدي اعملها مظروف حيكون 210 في 100، قديش ازود عليه؟ بزود عليه سنتي شمال يمين، يعني مش سنتي شمال وسنتي يمين، لا، يعني كلها على بعض تكون 21، والارتفاع بصير 11، واضح؟ عشان الزياده. طيب لو قلت لك لا انا بدي المظروف هذا بدي احط فيه 100 ورقه، 100 ورقه زياده على ال 21 بزود كمان سنتي، كل 100 ورقة زي الورقة اللي عندكم سماكته سنتي. لا الورقة كل 10 ورقات ملي، كل 10 ورقات ملي. الآن مظروف بربطة الورقة ال 500 ورقة كلها بتكون 5 سنتي، تمام؟ فبالتالي أنا كل 100 ورقة بزود لها سنتي، يعني 21 زائد سنتي هنا، و 110 زائد سنتي، يعني سنتي فوق البليل، فوق الزيادة. لو قلت لك انا بدي اعمل المظروف الاسطوانات هذا بس بحط فيه 10 اسطوانات، ليش بزود؟ زائد هذه زائد سنتي، لان الاسطوانه اخمل من الورقه، الاسطوانه ملي تقريبا مش زي الورقه 10 ملي، فبالتالي بزود سنتي لل 10 اسطوانات. عندي كرتونه بدي احطها جوا، بجيب اجي بقيس الكرتونه ملي، ال 10 كراتين 10 ملي، تمام. فالمقدار هذا بزوده عادي فيش مشكله عندي. طب نيجي لهذا ونروح على الالستريتور، حنرسم مربع ضغطه، قديش ابعاد المربع؟ قلنا 125 في 125 صح، هذا الابعاد اللي احنا حكيناها. اوكي، اول شغله دائما بعملها لما بدي اعمل الداي كات اني بمسك الفل وبلغيه ضروري عدل عشان ما يغلبني في الشغل. طيب حاخذ نسخه هالوقت من هذه الت وشيفت واسحبها فوق، برضه نفس الابعاد، بدي اعمل الدائره اللي هنا، فممكن اجي اجيب من هنا دائره، الدائره 2 سنتي في 2 سنتي، نحطها في النص بالضبط. طبعا ممكن احدد الاثنين، اثبت هذه واعمل الاين سنتر بهذا الشكل. طيب الاثنين مع بعض حجيب الشيب بلدر الت واقصهم، هاي جبت الدائره. بدكم هنا كمان شكل او تفريغه، جيبوا الشكل اللي بدكم اياه
وفرغوه، ايش مشكلة عادي، حطوا ايش ما بدكم، ايش جاي في بالكم بتقدر تشتغلوا، رسمة عادي، اشتغلوا اللي بدكم اياه. هيك الامور بالنسبة لنا، طالما انا بدي اعمل اقول الداي كات، فبالتالي اعمل ايش ما بدك، انت حر. طيب الان بدي اعمل اللسان اللي على الجانب هذا للتلزيق. ممكن يجي واحد يقول لي اعمل قديش مقداره، 7 من 10. ممكن اعمل اللي هو مربع جديد 7 من 10 في الارتفاع واجي احطه هنا، لكن انا بدي اشتغله بطريقه ثانيه عشان نتعلم اداه جديده. حاجه انسخه Alt و Shift بالشكل هذا، حاجه ترانسفورم ترانسفورم، بس انا بدي اجيب الويندو ترانسفورم، بدي اجيبها من هنا عشان ما ضلش كل شويه بس اضغط هنا، هي سواء هذه او هذه هي هي، فيش اختلاف. هاي ترانسفورم ونشوف. الان العرض 7 ملي عندي، فلو بدي اجي على الويدث هنا وكتبت 7، طبعا ضروري افك اللينك هذا، تمام. هاي 7 ملي، شوف لما اعمل 7 ايش بصير، صغرت صارت 7، بدي اضطر امسكها وارجعها هنا، صح؟ فلا انا بديش اعمل بالشكل هذا. هاي كنترول زد، بدي اجي، شايفين الشبكه هذه؟ اشتغل عليها. بدي اقول له هذا المربع بدي اياه من المنطقه هذه ثابت ما يتحركش، ضله ملزق، فباجي هنا وبثبت كويس، وباجي من هنا بقول له اعمل لي 7 ملي، فبالتالي حيصير 7 ملي، لكن كيف حيصغر؟ باتجاه واحد كويس. برضه الارتفاع بدي انقص منه شويه، هو ال 125 بدي انقص منه 10، تمام، عشان انا مثبت هنا من النص، ال 10 حتتوزع 5 فوق 5 تحت، لكن لو كنت انا هاي تراجع، كنت عامل مثلا زي هيك، من وين حيقصل لي؟ من تحت. لو كنت عامل زي هيك حيقصل لي من فوق، تمام. لا انا بثبت في مكان واحد وبنقص العشرة، هاي نقصت العشرة من الجهتين. يبدو انا في الاعدادات ريفرنسز جنرال سكيل، بدي ارفع الصح عنها لانه الستروك صغر معي، خلي الستروك زي ما هو. طيب هاي عملناها، الان ايش بدي اعمل فيها هذه؟ بدي اروح احدد بالدايركت سيلكشن تول، بالدايركت سيلكشن تول لحد النقاط هذه، واجي اعمل الكورنر تبعتها، الدوران تبعها 5 ملي، تمام. طيب هاي كمان شغله خلصنا منها. طيب هذه بدي احددها بالزر اليمين، ترانسفورم ريفلكت، بدي اعكسها على الجهه الثانيه، ريفلكت تايب ريفيو فيرتيكال، فيرتيكال كوبي ولا اوكي؟ كوبي. هاي عمل لي نسخه، حاخذ النسخه مع شيفت واسحبها هنا. هاي عملت لسانين هذول. طيب ضايل اللي تحت، باخذ نفس المربع هذا Alt و Shift، اجي على ترانسفورم، من وين اثبت؟ من فوق بثبت من فوق عشان اصغر من تحت. باجي للهاي بدنا اياه 25 ملي، هاي 25 ملي، هاي العرض بخليه زي ما هو، فيش مشكله، هذا براني مش جواني. طيب بدي اعدل عليه شويه، باخذ النقطتين هذول، بعمل اس سكيل، بصغرها هيك، وبعدين بعمل دوران، يمكن يكون مقداره 7 او 8 ملي بالشكل هذا. واضح؟ كيف بدي اختار حجم التصغير هذا؟ ما عملناه؟ لا الكسحه مش مشكله، عادي مش مشكله. طيب هيك احنا بنكون عملنا المخطط الكامل، لكن هل هيك انا بسلمه؟ لا، بدي اسلمه مفروز، لاير للقص، لاير للتني، ولاير للتصميم. هنا في عندي شغله زياده، في عندي خطوط تني، وين خطوط القص اللي عندي؟ خطوط القص وينها؟ كل الخارجي هذا قص، صح؟ هذا كله هيك 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 هيك، هيك كله قص. طب هذا الخط، خط ايش؟ تاني، وهذا تاني، وهذا تاني، وهذا تاني. فهنا احنا بدنا نيجي نفرزهم عن بعض. الخطوة هذه مهمة اللي احنا نشتغلها، ونشتغلها في كل انواع المغلفات، دائما لازم افرز له خط قص تاني. نرجع هنا عشان نفرز، شوفوا معي، هذه الزاوية بديش اطنشها، هذه قص ولا تاني؟ تاني.
قص هذه الندفة قص. لما أنا أجي أشتغل حتطلع مع التاني، فإيش بدي أعمل؟ بمسك المربع هذا، بأخذ أداة الأد أنكر بوينت تول، وبضيف له هنا نقطة وتحت نقطة، هنشوف هلقيت إيش لزوم النقطة هذه، وهنا نقطة، وهنا برضو على التقاطع هذا نقطة، تمام؟ عشان هذه تيجي مع خطوط القص مش مع خطوط التاني. شوفوا معي هالوقت، لو أنا جبت الدايركت سيلكشن تول أو قبل الدايركت سيلكشن تول، بحدد كل إشي، بتأكد فيه فيل، في عندي فيل؟ لا 100%. بجيب هالوقت الدايركت سيلكشن تول وبحدد خطوط القص، خطوط مين 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 الأقل؟ تاني ولا قص؟ الأقل. التاني واحد اثنين ثلاثة وأربعة. فبحدد الأقل. بحدده زي هيك بالدايركت سيلكشن تول شيفت وهي. كنترول إكس إيش عمل؟ قص لي إياه، رفع لي إياه، هذول خطوط التاني تمام. حاجة أعمل نيو لاير، بضغط برا، وهنا بعمل كنترول إف. كنترول إف. صار في عند اللاير هذه، خليني بس اخفيها اشوف. اللاير هذه بنسميها خطوط التاني كريز، كريز خط التاني. اللاير هذه ايش عليها؟ قص، اللي هو بنسميه داي كات. وكمان لاير بعملها للتصميم، تمام. هاي الثلاثة. طيب خطوط القص بخليها زي ما هي. خطوط الكريز التاني بحددهم من هنا من الدائرة، بعملهم بلون أحمر وستروك داش. هيك أنا بسلم للتصميم، بسلم للطباعة بالشكل هذا. الآن هو صار عارف إنه هذه قص ولا تاني؟ هذه قص، وهذه قص قص قص، وهذول الأحمر تاني، وكل واحدة فيهم فلاير لحال. طيب ليش عزلت القص عن التاني؟ فصلته لأنه حيطبع القص، حيعمل الشبلونة اللي هي بالشفرات اللي بتقص، بعدين حيطبع التاني حيعملها بشفرات بتقص حافية يعني، تمام؟ بعدين حيطبع الديزاين أو التصميم. التصميم عليكم، شوفوا اللي بدكم إياه، بس في عندي ملاحظات في التصميم. بدي أجيب شعار، على اللاير تاعت البرنت هذول مقفلهم. هاي الشعار، لا مش هذا اللي احنا اشتغلنا، هاي الشعار مفترض. الشعار يا شباب احطه هنا فيش مشكله، بس لو حطيته تحت في مشكله، تمام. هذا من هنا حينقلب، بعد ما يثني حيقلب. فبالتالي اي شيء بدي احطه في هذا المكان لازم اعكسه. فمثلا نفترض انا حاطط كمان نص او ايش ما بدي، كل شيء بدي امسكه اقلبه بعد ما اخلص التصميم. طبعا هاي هذا كمان النص، افترض انا مكبر وحاطط التواصل، حاطط اي حاجه بجمع. خلصت التصميم هنا، حطيت لون اي شيء، حمسك بالطريقه هذه بالزر اليمين ترانسفورم ريفلكت هوريزونتال، اوكي واضح. لكن على الجهه هذه بقلب؟ لا مش مشكله. بينفع اطبع على اللسان؟ بينفع اطبع. ممكن اجي للسان بدي اعمل بلون هيك لحاله عادي، بحط لي مربع بلون الهويه تاعتي على اللسان بالشكل هذا، بس بمربع بزيادة. ليش لزيادة؟ عشان القص. بدي هذا المربع برضو بلون نفس الحاجة، باجي كله هيك وبعمل بزيادة عشان القص. هيك صار في عندي أنا تصميم خطوط القص، خطوط التاني، والديزاين اللي بدي أعمله برنت في النهاية. خطوات الطباعة إيش كيف بتصير؟ قلنا أول حاجة بيطبع شبلونة القص وبيعملها على خشبة، بعدين بيطبع شبلونة التاني وبيعملها على نفس الخشبة، بعدين بيطبع اللي هو التصميم، وبعدين التصميم هذا بقصه ورقة ورقة ولا عشرة عشرة؟ ورقة ورقة.
ليش؟ عشان لو لأنه في تاني يا شباب. لو فيش تاني ممكن يقص 3-3-4-4 بس هنا خط التاني هذا خط التاني بضرب. لو ضرب الأول حيتعلم التاني مش حيتعلم. انتوا تعالوا جيبوا 5-6 ورقات مع بعض اتنوها واسحبوها هيك. هل الأولى بتكون متنية زي الأخيرة؟ لا. واضح؟ ححدة واحدة لازم يجب على الآخر. طيب سؤال، أكيد شفتوا قبل هيك مثلا كرتونة فيها نفترض دائرة مفرغة بس الدائرة ضايلة معلقة مش مقصوصة ومرمية. تاع الشيبسي هذا هو محدده عشان يقول لك افتحه. بس تاع اللبن مثلا على كرتونة لبن بلاقي انه المفروض تكون الدائرة رايحة عشان احمل منها. اما بخزقوها وبحملوا منها. طب ليش ضلت معلقة؟ يعني ليش لما قص ما راحت؟ عشان بكل اساسها 100 ورقه. لا واحده بدوس عشان يبان. لا بيكون في ضايل نتفه صغيره معلقه فوق تحت هنا وهنا. هي يفترض انها تنقص وتطير وتروح ما تضلش. بس هو ايش اللي بصير فعليا؟ بيجيبوا يا شباب شفتوا المنشطر هذا الشفره زيها شفره بس بتكون يعني مرنه تمام. فعشان يعمل الدائره بنعملهاش بشفره واحده دائره كامله. بعملها بنصين تمام. شفره هنا وشفره هنا بحطوا مع بعض. هالوقت النقطه هذه اللي هنا بتضلها معلقه بتنقصش والنقطه اللي هنا بتضلها معلقه. بس لو عملها الدائره بشفره واحده كامله بتضلها معلقه من مكان واحد. لو عملها كامله ودخلهم في بعض يعني خلى زياده بالشفره وخلى بينهم هيك وصله تقع وتروح. فهذا بيرجع للشخص اللي عمل الشابلونه. في اي حاله فحيضل بعض النقاط معلقه تمام الا انا اضغط عليها وانزلها. الوقت هذا بتقيسوا عليه اي حاجه من الانفلوبس اي شيء. قلت لكم بدي اطبع بدي اعمل مظروف لورقه A4 بس واقفه يعني مش متنيه. ايش بعمل الابعاد؟ نفس الابعاد. ايش دبل A4 210 في 297 صح؟ قديش ازود عليها؟ بزود لي سنتي 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 سنتي. ليش سنتي؟ قبل شوي قلنا نص سنتي. نص سنتي على ثلث الاي 4 بس على الاي 4 كامله بزود اكثر. لو قلت لكم بدي اعمل مظروف للاي 3 زي مظاريف الامتحانات الكبير بزود 2 سنتي بزود 3 سنتي لانه حيحط فيه ورق كثير بزود اكثر يعني بزياده. واضح؟ فهذا الانفلوب انه خذ القياس وزودوا عليه دائما حسب حجمه. كل ما كبر بنزود اكثر كل ما كبر بنزود اكثر. اي نوع من انواع الانفلوب بتقدر تشتغلوا. يعني لقيت المطلوب منكم استيكر مش مربع يا دائره يا شكل سداسي يا نجمه يا راس قلب اي حاجه. استيكر زي اللي عملناه في اول المحاضره الدائره هذه. وبتعملوا كمان تاعت شركتكم. وبتعملوا كمان يا شباب انفلوب سواء لسي دي او لورق اي 4 لكم للشركه تاعتكم او اذا شركتكم والله مثلا بتبيع منتجات بدها حط في مظاريف. لا مظروف كله من الصفر من سكراتش. اعمل انفلوب لها اللي هو لورق الاي 4 ثلث الاي 4. لا تعمل سي دي مظروف واحد يا سي دي يا الانفلوب عادي. كله انفلوب نعمل مظروف تبع المريض خلاص. لا اعمل تصميم كامل. دور على تصاميم واعمل زيه. كيف؟ عشان عامل اسنان مش مثلا شباب دكتور الاسنان لا بيلزمه سي دي عشان بصور بانوراما وبعطيك اياه. الدائرة حط عليها شعار وحط اسمه وحط عنوانه. استيكر